دي ثالث سنه. انا ما اقدرش اقول تراجع، هم شايفين انه احنا بنعمل ابداع، فلما هم يقولوا ابداع وانا اقول ما بنعملش حاجه ببقى انا برضو اللي وحش، فبقعد في بيتي اكتر. اه طبعا الفترة اللي فاتت والقادمة كمان. اه طبعا اه طبعا. فبعد وفاة الرحيل أسامة عمر وكاشة والأستاذ إسماعيل عبد الحافظ. أيوه. هل يعني حضرتك شايف الدراما المصرية في الفترة دي إيه؟ تصورك ليها إيه؟ لا الدراما المصرية في حاجات كويسة قوي في الدراما المصرية، ولكن زي كل حاجة محتاجة ناس تتحمل هذه المسؤولية، وناس تعرف انها بتخاطب ناس المفروض انها ترقى باحساسهم وبمعلوماتهم وباخلاقهم، وما يجيبوش اللي احنا بنشوفه ده قله الادب والمسخره والمطاوي والرجاله اللي بيترقصوا زي الحريم وبيتنافسوا مع رقصات محترفات علشان يبقى هو البطل. العقليه المصريه مع الأسف في خلال الستين سنة اللي فاتت تدهورت لغاية احنا النهاردة. لو انتوا فاكرين ده من ايام السيد الرئيس حسني مبارك كنا بنقول ما حدش فاهم حاجة، فاكرين احنا كان كل الناس يقول لك ما حدش فاهم حاجة، احنا بقينا ما حدش فاهم حاجة، مين الكويس ومين الوحش ومين مع مين ده مش موجود غير في مصر. المفروض مين بيعمل ايه كويس علشان نرفعه ونقول ده قدوة، انما لما مع احترامي له محمد رمضان يطلع يقول لك انا بعمل افلام وهو كده وانا اصلي قدوة البلطجية مش فلما يقول على البلطجية فيلم بلطجية انه هو بقى قدوة يبقى احنا وصلنا فين؟ السبب فينا كلنا، كلنا الحكومة والشعب، لان طول عمر هذا الشعب الغلبان مفيش رئيس جمهورية جه بيقولك انا بعمل للغلابة وانا موجود للمظلومين والفلاحين والعمال و و و و كنا ايام انا كنا 20 مليون، فينا 19 مليون، نص الشعب بلاش، 10 مليون غلابة، بقينا 90 مليون، فينا نصنا برضو غلابة، بقينا 45 مليون غلبان. طب الرؤساء اللي جم دول كانوا بيشتغلوا الغلابة ازاي؟ حضرتك شايف حال السينما في الوقت الحالي ازاي؟ زي حال مصر كلها، زي حال مصر كلها، محدش عارف ايه، كل واحد بيدور على الفلوس وبس، كل بيدور على شهرته بس او على الكرسي، وزي ما تيجي تيجي، واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يخبر راسه في حته. لما حد بيطلع يقول اي حضرتك ده بيقولوا له انت طابور خامس، انت طيار تالت، انت ما ينفعش تقف محايد، لازم ساعه الجد تقف مع حد ضد حد، وما ينفعش ان انت يبقى موقفك محايد. فراي حضرتك للناس دي؟ انا الحمد لله، انا الحمد لله ما حدش يقدر يقول لي لا طابور خامس ولا تبع فلان ولا تبع علان ولا وطني ولا فلول ولا اي حاجه. اللي عاوز يقول يقول. انا يهمني الناس عارفه عني ايه، انا راجل مصري بحب بلدي وبقول الغلط اللي انا شايفه. انا بتكلم بطريقه التفكير دي، طريقه التفكير يعني اللي الناس اللي كانوا بيطالبوا بحريه راي وتعبير اول ما هم بقوا اللي بيتكلموا دلوقتي ومعاهم ما هي كده. احنا بلدنا كده. يعني الفريق السيسي ربنا يخليه. لا بجد ربنا يخليه، لان هذا الرجل لولاه كنا بقينا في حته تانية خالص. ولكن لما نيجي نفكر فيها، الفريق السيسي مشكورا عمل واجبه صح. احنا علشان الفريق السيسي عمل واجبه صح كل الناس دلوقتي بقت عايزاه رئيس جمهورية مرة واحدة، صح ولا لا؟ صح. طيب حضرتك احنا نقينا رئيس الجمهورية مستنين واحد تاني بس علشان يعمل حاجة كويسة بس عشان يبقى نائب رئيس. شلاء احنا يعني
بنتمنى اي حد يعمل اي حاجه عشان يجي رئيس وخلاص. شايف هشام ان احنا مش هنخلص من يعني ايه المفروض ان احنا بنقله الحاكم او بنقله اللي بيعمل حاجه كويسه؟ احنا بنقله اللي بنستفيد منه، ما بنقلهش اللي يستحق. استغفر الله العظيم، ما بنرفعش اللي يستحق يترفع، احنا بنرفع اللي مصلحتي معاه وبس، غير كده ما تفرقش معانا. كده مش هنروح لاي حته، هنفضل محلك سر. مش ما عمرنا ما هنفضل محلك سر، احنا عمرنا ما كنا محلك سر، احنا كل شويه عمالين نرجع لورا. ما هو لو احنا محلك سر ده يبقى كويس، لا ده احنا بنرجع لورا ونلاقي مبررات، ونلاقي ناس بتقول لك يا سلام، ونلاقي الناس بتقول لك ده احنا احسن شعب في العالم، ونلاقي ناس بتقول لك احنا حضاره 7000 سنه. 7000 سنه حضاره؟ طب ما تورونا 7000 سنه حضاره دي فين؟ ده انتوا ما فيش حد بيطلع يقول كلمه وينفذها، كله كلام. وبعدين تقول لي عاوزين نبقى بلد؟ طب ازاي نبقى بلد؟ ازاي؟ ده احنا من ايام 52 اول ما جت الثوره فرقت بين الفلاحين والعمال والبشوات والناس المتربيه. انا وانا صغير لما كان حد يسمعني في الشارع بتكلم فرنساوي، لان انا كنت في مدرسه فرنساوي، سوري يعني يا بنات، كان عيال في الشارع ماشيين يسمعوا الكلام ده يقول لي يا اللي مش راجل، ولا انا مش عارف ايه، هتدور انت بتشتمني ليه، جرايا مش عارف ايه، اضربه يبتدي يعيط انا اسف ومش اسف. النهارده بقى كل حد يطلع في التلفزيون لازم يقول له كلمتين انجليزي. ايام حضرتك ما بتقولي ليالي الحلميه كان لما حد ينطق حاجه بالانجليزي ولا فرنساوي واقول له النطق بتاعها كده كانوا بيقولوا ان انا بتنطط عليهم. هو بيتنطط علينا ليه؟ فاكر نفسه ايه يعني؟ النهارده بيحفظوا الكلمتين الانجليزي علشان يقولوهم. طب فين ثقافتنا؟ اللغه العربيه دي ده اصولنا هي اللغه العربيه، حتى اللغه العربيه النهارده ما لهاش فايده.